مباشرة بعد انتهاء صلاة التراويح تشهد الحدائق والساحات الخضراء بمراكش حركية كبيرة إذ يقصدها السكان والسياح على حد سواء من أجل الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة. نفسي أنا مرتاحة وقد ينقية والحمد لله نتمنى من الله يزيد هذا الشيء هذا لقدام ويديروا لنا ثاني فضاءات اخرين ونستمتعوا بالاجواء اخرين في مراكش ان شاء الله. ومن بين الفضاءات التي تشهد اقبالا كبيرا منتزه مولاي الحسن الى جانب محج محمد السادس الذي يلجا اليه المواطنون للاسترخاء والاستجمام او لاحتساء القهوه وكؤوس الشاي. هو كما تشوفوا الناس تاع مراكش هذه راه واحد الحاجه عندهم في الثقافة ديالهم وخاصة مع رمضان، إن فوا بنادم تيفطر وداكشي ضروري خصو تيخرج باش يفوج عليه، وراه كما تشوف هنا في مراكش كاين المتنفس على قبل هادشي. ومن المؤكد أن التواجد في مثل هذه الفضاءات يساعد على تحسين الحالة المزاجية ويعزز الشعور بالسعادة وهو ما يعد ضروريا للصحة النفسية.